استطيع ان اقول الليله انه النائب نعمه فريم اعلن ترشحه لرئاسه الجمهوريه عبر قناه المشهد. انا ما في شك انه الكتل النيابيه اللي بلشت تحكي باسامي صار في اسامي فيك تعتبرهم عم يدخلوا التصفيات اذا بدنا نسميها النصف النهائي لا الدومي فينال. ما وصلنا على الفينال قبل ما نشوفك بالفينال وتاخذ الكاس مثل ما الله بيريد. الخير للبلد الله يقدمه.